السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا لو يعني لو في الجيش، لو دخلت الجيش ومثلا في أحيان بقى في تعنت من بعض الضباط ويمنعوني من الصلاة، فكيف أتصرف في الحالة دي؟ إذا استطعت أن تصلي قاعدا صليت، إذا استطعت أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر على حدة، المغرب والعشاء على حدة، فلا بأس أيضا. نعم، أجمع إيه وإيه؟ إما أن تجمع الظهر مع العصر، نعم. أو وهل يجوز للناس بدون ما أي حد يعرف مثلا بعيني أو كده؟ إذا كانت الأوقات ستضيع تماما. ستضيع تماما، أيوه. خلاص. والوضوء تيمم عادي عشان لو تعثر؟ الحمد لله الدنيا يسر.